السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بعد أن عطل الانسداد السياسي اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2022 وأصاب أبرز القطاعات الاقتصادية بشلل تام، تسابق الحكومة الجديدة وفريقها الوزاري الموصوف بالخدمي ورئاسة البرلمان أيضا، كلهم يسابقون الزمن من أجل إعداد مشروع الموازنة الاتحادية، إرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية إدراجها على جدول أو مجلس النواب عفوا لغرض إدراجها على جدول الأعمال والتصويت عليها بأقرب فرصة. فالبرنامج الحكومي الواعد الذي تعهدت به هذه التشكيلة الحكومية يستلزم موازنة للبدء في خطوات إنجاز على أن تأخذ بعين الاعتبار دمج الفائض المالي المتحقق جراء ارتفاع أسعار النفط الذي ستترتب بطبيعة الحال إزاء هذه الفروقات المالية، أولويات وطنية في المقدمة منها أصلاح قطاع الخدمات المثقل بالأزمات. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة، شهريا تعلن هيئة النزاهة عن نتائج ضخمة من الجهود في مكافحة الفساد والحد من تغلغله في مفاصل الدولة، لكن للواقع حديث آخر تشير معطياته أن أدوات مكافحة الفساد لم تصل لمستوى خطورة هاي الآفة ولم تحد أو لم تجدي هذه عقار الجائحة بحسب وصف رئيس الوزراء. الأدهى من ذلك حديث الرئيس اليوم الثلاثاء أن العراق ما يمتلك أرقام دقيقة لحجم المبالغ المسروقة والمهدورة حتى في مؤسساته المعنية بذلك، وهو ما يصعب من مشقة الضبط والاسترداد، في حين ترفع الأوساط المتتبعة من سقف آمالها بالرئيس الجديد للهيئة والطالبة بالخطوات النوعية. إذن مشاهدي الأحبة، هذه الملفات راح نتابعها في حصادنا لهذا اليوم بالبحث والتحليل وناقشها مع ضيوفنا الكرام، فضلا بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. مع التزام القوى المؤلفة للمشهد، الكثير من المواقع عفوا اجتيازها للكثير من الموانع، فإن حديث الحكومة الخدمية والبرلمان انتقل إلى مناقشة استحقاقات المرحلة اللي يقفز في المقدمة منها مشروع الموازنة العامة للبلاد واللي ترتبط به الكثير من المشاريع الاستراتيجية، فقانونها في طور الإعداد. خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف بعد أن نشاهد التقرير اللي أعد أن الزميل علي حبيب. موازنة 2023 أول قوانين الحكومة الجديدة إلى البرلمان، هكذا تنبؤ معطيات التنسيق بين رئاسة الحكومة والبرلمان، والمباشرة الفعلية من الوزارات بإعداد موازنة العام المقبل بشقيها التشغيلي والاستثماري. فلم يتبقى سوى أيام قليلة، خاصة وأن جميع شروط إقرارها توافرت وضمن المنهاج الوزاري أهمية الإقرار واستثمار الفائض المالي بهدف تمكين الوزارات من إنجاز مهامها المعطلة. فرئاسة الوزراء شكلت لجنة لإجراء التعديلات ومراجعة تفاصيل الموازنة، وأنها ستعمل أي اللجنة على تحديد القيمة الإجمالية للموازنة وسعر برميل النفط. الإفادة من الوفرة المالية يضمن المضي بالمشاريع التنموية والاستثمارية التي تضررت بفعل عدم إقرار موازنة 2022، ومن الضروري أن تكون هذه الموازنة بمستوى الطموح وتستطيع التوفيق بين أولويات الحكومة وبرنامجها الوزاري، بما يعالج الضرر المترتبة أزاء السياسات السابقة غير المدروسة وتنتج معادلة مغايرة. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الموازنة بحدود 130 مليار دولار بفارق زيادة ملحوظة عن موازنة العام الماضي بعد انتعاش أسواق النفط عالميا. وبحسب مالية البرلمان أن موازنة العام المقبل ستثبت العقود والأجراء وستوفر 50,000 وظيفة جديدة. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف. ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ نسيم عبد الله السياسي المستقل، حياك الله استاذ نسيم ضيفا كريما. حياكم الله. وكذلك ارحب بضيف الكريم السيد علي الزبيدي عضو تحالف فتح، اهلا بك استاذ علي. وكذلك عبر سكايب تنضم معي الدكتوره سلامه سميسم الخبيره الاقتصاديه، حياكم الله دكتوره. خلينا نبدا مع حضرتك دكتوره، اليوم نتحدث عن اجتياز القوى المؤلفه لهذا المشهد السياسي، الكثير من العقبات، ووصلنا الى الحديث عن اقرار الموازنه او قبلها اعداد الموازنه لعام 23. ما مدى اهميه هذا المشروع في سلم اولويات الحكومه الجديده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. القضيه المهمه انه ما تفضلت به اللي هو الاهم، اللي هو قضية إعداد الموازنة. إعداد الموازنة مهم، لماذا هو مهم؟ لأنه دكتور السلام آسف انقطع الصوت، مدى يوصلنا بالطريقة الصحيحة بين ما يتم إعادة الاتصال بحضرتك عبر سكايب. خلينا أنتقل إلى أستاذ نسيم. اليوم تحدث أستاذ نسيم عن هذه المرحلة الحرجة، يعني قبل يوم التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب برئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والإسراع بتشريع قانون الموازنة من ناحية سياسية سلم أولويات الحكومة، وهذا الموضوع بأن الحكومة وصفت نفسها بحكومة الخدمات، الموازنة وين نخليها في هذا السلم؟ نعم، في البداية تحية لحضرتك وتحية لضيفيك الكريمين وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد الموازنة في كل سنة من السنوات يعني كثير ما يعني تشهد الكثير من المشاكل، باعتبار أن هنالك حقيقة مطالب من كتل سياسية، وأعتقد هو واضح يعني مطالب الأخوة الكرد يعني في بالتحديد في نسبتهم في هذه الموازنة، هنالك مطالبات من بعض الكتل السياسية بإضافة فقرات في هذه الموازنة تنسجم مع إرادتهم وتنسجم مع دوائرهم الانتخابية. بالنتيجة يعني أولا وآخرا سوف يتم إقرار الموازنة، لكن كيف ممكن أن يتم إقرار الموازنة؟ حقيقة احنا يعني المشهد المألوف واللي احنا كل سنة احنا نعيشه هو دائما ما تقرر الموازنة مع الأسف، لكن ليس بالصورة الحقيقية اللي تحتاجها السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامجها الحكومي. تعرف اليوم الموازنة يجب أن يكون هناك انسجام ما بين الموازنة ومع البرنامج الحكومي. بالنتيجة يعني كل هذه المراحل يعني مراحل الصراع تمر من مجلس النواب، إرادة الكتل السياسية حقيقة تعطل جزء من فقرات الموازنة، لكن أولا وآخرا سوف تقرر الموازنة. برأيي إرادة الكتل السياسية اليوم يعني سوف تفرض رأيها على هذه الموازنة، ومتوقع هو أن يتم إقرارها في الفترة القادمة. اليوم الموازنة يعني مهمة للدولة وبالتحديد لحكومة السيد السوداني، باعتبار أن هنالك برنامج حكومة وهنالك يجب أن يقدم دعم للسيد السوداني، باعتبار أن هنالك تحديات كبيرة. اليوم السيد السوداني حمل يعني على عاتقه على أن تكون هذه حكومة خدمات. بالتالي اليوم يعني حتى قبل قليل يعني حسب ما سمعت من احد الاخوه على اليوم رئاسه الوزراء سحبت العديد من القوانين من داخل مجلس النواب، او القوانين اللي اليوم تم قراءتها قراءه اولى، باعتبار ان هذه قد لا تنسجم مع رؤيه الحكومه للمرحله القادمه. بصراحه اليوم اذا سرنا باتجاه تقديم القوانين المهمه واللي لها علاقه بحياه المواطن والقوانين اللي تدعم السيد السوداني، حتما سوف تكون موازنة مؤثرة وداعمة للسيد السوداني. طيب. إن لا سمح الله إن بقي الصراع فيما بين الكتل السياسية على من يأخذ الرقم أو المبالغ المخصصة لهذه المنطقة دون المناطق الأخرى، لا سمح الله سوف نبقى نسير في حلقة مفرغة ويبقى الحال على ما هو عليه. طيب. بالنتيجة أنا أعتقد اليوم إرادة السلطة التنفيذية يجب أن تكون حاضرة وأن تعطى المناطق التي هي بحاجة إلى دعم، وأن تدعم وأن يعطى ملف الخدمات أولوية على كل الملفات الأخرى. طيب أستاذ علي، أجد ترحابي بحضرتك. يومنا ما نتحدث عن اللجنة اللي يشكلها رئيس الوزراء لمتابعة مشروع الموازنة اللي اشتغلت به الحكومة السابقة، بالتالي يجب أن تفصل
هذه الموازنة وفق مقاسات الحكومة الجديدة، كيف تنظر إلى تشكيل هذه اللجنة ومن ثم متى ستنجز أعمالها برأيك؟ أهلا وسهلا بك أخي أستاذ أحمد، ومرحبا بك وبضيفيك الكريمين وبمشاهدي هذه القناة الكريمة. في البدء الحقيقة أن الحكومات السابقة ومنها الحكومة الأخيرة كانت حكومة السيد الكاظمي كانت تتصرف بنظام 1 إلى 12 اللي هو يعني بدون إقرار موازنة، لأنه الحكومة السابقة لكثرة فسادها الاقتصادي لم تتمكن من تقديم موازنة حقيقية وموازنة واقعية يتمكن البرلمان أن يصادق عليها، وصادفت هذه الموازنة منعطفات كثيرة منها الفساد الإداري الذي صاحب هذه الحكومة، ومنها عدم توافق الكتل السياسية على طرح الموازنة في عام 2022 وعام 2021. لكن المأمول الآن تشكيلة البرلمان أصبحت متوافقة مع الحكومة في هذا الوقت، وأعتقد أنها ستمرر الموازنة بشكل سلس وبشكل هين مع السحوبات التي قام بها اليوم رئيس الوزراء في اجتماعه في هذا اليوم. حقيقة سحبت كثير من الملفات وكثير من الأمور التي الحقيقة لا تنسجم مع أولويات الحكومة ومع المشاريع وبرنامج هذه الحكومة الذي طرحه السيد السوداني قبل وبعد ترشيحه للحكومة. أنا أرى أنا لست خبير اقتصادي كما تعلم أستاذ أحمد، نحن محللين سياسيين، لكن من خلال متابعتي للتقارير السياسية أكبر مشكلة الآن تواجه الحكومة الحالية هي مشكلة الفساد. نعم. إذا الآن هي الحقيقة هي الفيصل أمام السيد السوداني إن تمكن من القضاء على الفساد، وكما تعلم أن الفساد معرق الكبير لأي موازنة بالبلد. يعني إذا أنت تتابع القضية منذ 2003 ولحد اليوم صرفت مليارات، ولكن الحقيقة لم نجد على أرض الواقع هذه المليارات أين صرفت وأين انتهت وكيف بدأت. لكن الحقيقة الآن الشعب العراقي يأمل خيرا بالسيد محمد الشياع السوداني أن يقدم برنامج عملي، برنامج يمكن لهذه المبالغ أن تصرف إلى التنمية ولا تكون فقط موازنة تشغيلية. الموازنة الآن ما يثقل كاهل الحكومة هو الرواتب الكثيرة والقطاع الحكومي، وهناك شلل كامل في القطاع الخاص لعدم وجود الكهرباء ولعدم وجود المصانع ولعدم تشجيع الحكومات السابقة للقطاع الخاص. الآن في العالم المتقدم ترى جميع الموازنة تذهب إلى القطاعات الخاصة، تنشيط القطاعات الخاصة تدعم القطاع الحكومي، لكن الحقيقة في العراق نجد العكس. الحكومة مثقلة بموازنة الرواتب وموازنة الحكومات الحقيقة، رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان والحكومات السابقة والمتقاعدين من البرلمانيين. طيب. وكذلك المستقيلين، هؤلاء كلهم يشكلون عبء على الموازنة. لذلك أنا أقول أن الموازنة يجب أن تكون أن تذهب إلى البنى التحتية، الكهرباء. نعم. الميزانية التنموية للبلد، لأن البلد الآن على حافة الانهيار الاقتصادي. طيب. مع الوفرة المالية الموجودة من المال، لكن حقيقة هذا المال يذهب إلى اتجاهات مختلفة لا تخدم الوطن. طيب. أريد أستفسر من حضرتك أستاذ نسيم، يعني أشرت بأن هذه الموازنة ستفصل ضمن إيرادات سياسية. طيب، هذه الإيرادات السياسية راح تحقق بالحكومة، لو راح تحقق بالبرلمان تفرض هذه الإيرادات، وأشرت إلى حصة الإقليم، البترودولار أيضا ممكن أن نضيف إلى هذه الموضوعة. وهذه التفصيلات الجديدة هل ستأخذ وقتا بالتالي تنتج لنا موازنة متأخرة من جهة ومفصلة بمقاسات أخرى من جهة أخرى؟ نعم، حقيقة احنا اليوم بصراحة أمام تحدي حقيقي. اليوم السيد السوداني يمثل الإطار التنسيقي. نعم. ومسألة الدخول في خلافات أو إعطاء كتلة سياسية معينة سين أو صاد، ما أعتقد اليوم الصف في صالح العملية السياسية ككل. اليوم تعرف القضية الأساسية مع الأخوة في إقليم كردستان على السيد السودان أن يجد حل جذري
مسألة ما يخصص لإقليم كردستان من الموازنة. اليوم إقليم كردستان يصدر نفط بمعزل عن إرادة الحكومة الاتحادية، وبالتالي يعني على السيد السوداني أن يجد حل لهذه المشكلة الحقيقية، وفي نفس الوقت يعني على السلطة الاتحادية وعلى الحكومة الاتحادية أن تسير باتجاه يعني مواطنين إقليم كردستان، باعتبار اليوم ابن سليمانية بن أربيل هم أولا وآخرا أبناء الشعب العراقي. بالنتيجة إحنا بحاجة إلى حل جذري مع إقليم كردستان، وأن تكون هذه الإيرادات النفطية هي عامة لكل العراق وشاملة لكل العراقيين. يعني ما يصدر من نفط البصرة مثل ما ابن أربيل وابن سليمانية إلى حق في هذا النفط، نفس ابن الجنوب إلى حق في هذه الثروة الوطنية. نعم. بالنتيجة بحاجة إلى رؤية حقيقية لحل كل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان، وفي نفس الوقت علينا أن نجد حل جذري إلى يعني مطالب الأخوة في المناطق المحررة. بالنتيجة هنالك حقيقة تحدي اليوم للسيد السوداني في محافظات الوسط والجنوب، عليه حقيقة أن يقدم يعني خدمة. اليوم حقيقة محافظات الوسط والجنوب محافظات يعني مستواها المعاشي ليس بالمستوى الجيد، على السيد السوداني أن يسعى باتجاه تقديم الخدمة. على السيد السوداني اليوم عليه تحديات حقيقة، مسألة الفساد وكثير من الملفات بصراحة. نعم. اليوم هذه الحكومة ما أريد أقول هي حكومة الفرصة الأخيرة، على السيد السوداني أن يستثمر ثقل الإطار التنسيقي، باعتبار اليوم تقريبا أكثر من 180 نائب في مجلس النواب وهم قادرين على تمرير كل القوانين اللي تطرح في مجلس. نعم. النواب هذا الثقل عليه أن يستثمره وأن يستغل السيد السوداني لتمرير القوانين اللي إلها علاقة بحياة المواطن. اليوم الموازنة علينا أن نعدها إعداد يختلف عن السنوات السابقة. صحيح اليوم الكتل السياسية لديها جمهور، لكن علينا أن ننتقل إلى مرحلة العراق ككل. ما أريد أكون أنا مثالي في طرحي، لكن حقيقة. نعم. علينا أن ننظر إلى الموازنة بنظرة علمية. على السيد السوداني قدم هو قبل أن يكلف قدم برنامج حكومي، وهذا البرنامج الحكومي حقيقة ملزم، وهو ملزم حقيقة أن يحقق في المرحلة القادمة. هنالك برنامج حكومي، البرنامج الحكومي يمكن إذا تقرأ فقراته كلها أغلبها تشير على يعني تقديم يعني الجانب الخدمي للمواطن. حقيقة اليوم المواطن البسيط والفقير بحاجة إلى أن تقدم إلى خدمات. اليوم مع الأسف اليوم اللي نشاهده في الشارع يعني سوء خدمات على مستوى يعني بكافة الجوانب، على مستوى الطاقة الكهربائية، على مستوى الجانب الصحي، في كل الجوانب. بصراحة اليوم إحنا لو السيد السوداني خطأ خطوة باتجاه تحقيق شيء من اللي تم طرحه في البرنامج الحكومي، أعتقد اليوم إحنا راح نسير بالاتجاه الصحيح. وعلينا حقيقة أنا أقول وأعيد مرة أخرى كلامي، علينا أن نستثمر ثقل الإطار التنسيقي في مجلس النواب من أجل تمرير القوانين المهمة واللي لها علاقة بحياة المواطن. طيب أستاذ علي، يعني هذا الاستثمار، هذا الثقل، وأن الكتل السياسية هي متفقة على هذه الحكومة، بالتالي راح نقدر نمرر قانون الموازنة بهذه الأريحية، ما نخضع للضغوطات. لربما الحكومة لما رفعت شعار الخدمات يوم الخدمات ما ممكن تنفذ أو تطبق إن لم تكن هنالك موازنة، وموازنة كافية ووافية لكل هذه القطاعات. أنا باعتقادي أستاذ أحمد أن الموازنة كافية ووافية، يعني بين 120 إلى 130 مليار دولار ميزانية تكفي لأربع خمس دول من دول الجوار. الميزانية ليست قليلة، هناك هدر بالمال العام نشاهده نحن في قطاعات كبيرة، وهي قطاعات الحقيقة ليست لها الأولوية في بناء البلد. أنا أعتقد أن السيد السوداني مطالب اليوم، ونحن من منبر الإعلام، أول شيء الحد من الفساد، أول عمل هذا الحد من الفساد، تقليص النفقات، تقليص رواتب الحكومة والبرلمان والدرجات الخاصة كما وعد الرجل بهذا الشيء. إذا قلصت هذه المصاريف قد يصل السيد السوداني إلى بناء بعض المشاريع التي وعد بها وبعض البنى التحتية التي وعد بها في عمر الحكومة القصير. الحقيقة هناك تحديات كبيرة، ومن هذه التحديات هي القضاء على الفساد. أما بالنسبة للإقليم كما تفضل الأخ الدكتور نسيم الله يحفظه، مسألة الإقليم الحقيقة يجب أن تنظم العلاقة بين الإقليم والمركز بعلاقة شفافة، علاقة واضحة. الإقليم الآن لحد الآن حكومة السيد عادل المهدي، حكومة العبادي، حكومة
السيد الكاظمي، حكومة محمد الشيعي السوداني لحد الآن الإقليم لم يفصح عن المنافذ الحدودية، لم يفصح عن النفط. الحقيقة هذا يعني هذه علاقة ليست متوازنة، أقل ما يقال عنها يعني ليست علاقة جيدة بين المركز. ونحن اليوم نشهد أن الوفد من حكومة الإقليم توجه إلى بغداد لمناقشة الميزانية الحالية، النسبة التي يحصل عليها الإقليم، الأموال التي يجب أن يسددها عن طريق شركة سومو منتجات نفطية، قانون النفط والغاز الذي يجب أن يشرع. هذه كلها قوانين تنظم علاقة الإقليم بالمركز. فأنا أعتقد أن هذه المواضيع هي كلها ملفات مطروحة أمام هذه الحكومة التي وعدت الناس بتغيير الحال، بالإضافة إلى موضوع الدولار، بالإضافة إلى موضوع البترودولار. يعني الدولار لحد الآن لم يناقش في البرلمان، وهناك بعض الأخوة المحللين الاقتصاديين يقولون أصلا انسوا موضوع الدولار، لن يتغير سعر الصرف. لكن هذا الحقيقة يشكل عبء على كاهل المواطن الفقير. نحن بحاجة إلى الحقيقة برمجة يعني أهمية الملفات. نعم. الأهم فالأهم يجب أن تناقش من قبل الحكومة، وهذا البرنامج يجب أن يكون شفاف أمام البرلمان، كما تفضلتم. نعم. أن حكومة السيد السوداني تحظى بأغلبية مريحة جدا داخل. بإمكانها أن تمرر جميع القوانين وبدون الحاجة إلى كتل أخرى. نعم. تتفضل معي الأستاذ علي والأستاذ نسيم كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبة، وجدت ترحابي بضيفي الكريمين الاستاذ نسيم عبد الله والاستاذ علي الزبيدي. استاذ نسيم، يعني نتحدث اليوم عن التغييرات التي تحدث في مفاصل الحكومة، مفاصل الدولة بصورة عامة، هيئة النزاهة، هيئة اتحادية، تم تغيير رئيس الهيئة، وبالتالي المراد من هذه الهيئة لما نتحدثنا عن الموازنة، الوفرة المالية، لربما في خطة رئيس الحكومة أن يكون هنالك ضبطا لهذه الأموال وعدم هدرها. المتوقع من أداء هيئة النزاهة كيف سيكون في هذه المرحلة؟ بصراحة يعني احنا كل فترة كل رئيس وزراء يحدث تغييرات في هيئة النزاهة واللجان المعنية بالنزاهة. لحد الآن أنا ما أريد أكون متشائم بصراحة، يعني ما قدرنا نحد من حجم الفساد اللي موجود. احنا مسألة أن يقضى على الفساد نهائيا في العراق ما أعتقد، يعني هو بكل دول العالم مسألة الفساد موجودة، لكن اللي يحدث عندنا بصراحة في العراق ما صاير من عنده بالعالم. يعني يمكن قبل كم يوم أحد الأخوة يعني تكلم قال مفردة الفساد، يمكن احنا جزء فد مفردة لطيفة بصراحة. احنا اليوم اللي يحدث عندنا في العراق هو سلب ونهب للمال العام، يعني وصلنا إلى مرحلة يعني لا تطاق. وإلا يعني قضية يعني هدر أموال وسرقة أموال الأمانات الضرائب، هذا أكبر دليل على أن المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد هي غير عاملة إطلاقا. وبالنتيجة بصراحة اليوم على السيد السوداني احنا أمام خيارين، خيار نكون أو لا نكون. خيار هو أن نحد من حجم الفساد اللي اليوم اللي موجود في مؤسسات الدولة، واللي هو بصراحة هو اللي أنهك الواقع الاقتصادي والمعاش حتى حياة المواطن. اليوم
الفساد ترى مو فقط في يعني اليوم احنا يعني قضية السرقة، لا، اليوم الفساد يتعلق في حتى نوع الخدمة المقدمة للمواطن. احنا اليوم اللي نشوف يعني الشوارع كل ما المواطن الخدمات هي غير مقدمة له، جزء من عدم تقديمه هو بسبب حجم الفساد اللي اليوم اللي موجود. بالنتيجة حقيقة اليوم احنا امام حالة نكون او لا نكون، مسألة ان يكون السيد السوداني ان يقطع او ان يعبر الى الضفة الاخرى باتجاه ان يحد من حجم الفساد، هذا بحد ذاته هو منجز للسيد السوداني يحسب له. حقيقة على السيد السوداني ان يسعى باتجاه الحد من حجم الفساد الموجود، وان حقيقة وان يسير باتجاه تحسين الواقع المعاشي للمواطن. اليوم يعني لو بصراحة لو نشاهد يعني المؤسسات الخدمية اللي لها علاقة بالمواطن، هي بصراحة يعني حسب مو هاي ارقام مو من عندي، نعم، يعني حسب مؤسسات المعنية بالشفافية حجم فساد كبير. اليوم اذا رحت كل مؤسسة هي لها علاقة بحياة المواطن، مع الاسف احنا بدنا نتعامل يعني هذه الامور احنا نتعرض لها. طيب بالنتيجة بصراحة اليوم على السيد السوداني ان يسعى باتجاه الحد من حجم الفساد، وان تكون هنالك ارادة حقيقية مو فقط من السيد السوداني، حتى الكتل السياسية اليوم اللي داعم للسيد السوداني سواء الإطار أو بقية المكونات الأخرى، عليها أن تسعى إلى دعم السيد السوداني في مواجهة الفساد، وإلا حقيقة إذا بقى الحال على ما هو عليه لا راح تبقى الأمور على ما هو عليه، ويبقى الواقع المعاشي بصراحة اللي يدفع ثمنه هو المواطن الفقير والبسيط. أستاذ علي، دعم هيئة النزاهة يعني لو راجعنا أداء الحكومة الجديدة بأن اقتراح تشكيل فريق مساند لعمل هيئة النزاهة، تقديم بعض المساعدة للهيئة من قبل الوزارات، كل ما من الممكن أن تقدمه الحكومة ووزاراتها إلى هيئة النزاهة. واليوم أيضا لاحظنا التغييرات الجذرية اللي حدثت باستبدال رئيس الهيئة، إذن هل سنشهد إجراءات غير مسبوقة في عمل هيئة النزاهة؟ بالضبط أستاذ أحمد، ما تفضلت به مهم جدا، وما تفضل به الدكتور نسيم كذلك مهم. إحنا إذا أردنا أن نحارب الفساد ونحارب النزاهة لوحدها لا تعمل، هناك يجب أن تتضافر الجهود، الإعلام والقضاء والنزاهة ومنظمات المجتمع المدني والمواطن، المواطن الشريف الذي يبلغ سواء هناك فساد في المؤسسة العسكرية أو الأمنية أو السياسية أو التنفيذية أو الوزارات. هذه المؤسسات التي ينمو فيها الفساد الآن نمو كبير، عندما تصل كما تفضل الدكتور نسيم، عندما تصل القضية إلى سرقة أموال أمانات الضرائب وأمانات الجمارك، وكذلك التريليونات من الدنانير تسرق وأمام أنظار هذه السلطات، حقيقة هذا يعني مهزلة. ونحن لا نملك نزاهة حسب الظاهر، النزاهة يجب أن تشخص الأمور قبل حدوثها. يعني هناك أجهزة مخابرات استخبارات، أنا أعتقد برأيي وهذا يعني اقتراح على الحكومة، نعم، أن تشكل مجلس أعلى لمحاربة الفساد. هذا المجلس تكون له سلطة على كافة الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وكذلك المؤسسات الأمنية. إن تشكل هذا المجلس من القضاة ومن أناس نزيهين بمعنى النزاهة، لأن آفة الفساد الحقيقة هي آفة ليست جديدة، آفة الفساد قديمة تنمو في دول العالم الثالث أكثر من الدول المتقدمة. الدول المتقدمة فيها شفافية وفيها عقوبات قوية، الدول المتقدمة الآن مثلا لديها قانون الضرائب. تدخل هذه المؤسسة الآن في بريطانيا، تدخل إلى أي دائرة ولا أي مؤسسة ولا أي شركة ولديها تخويل من رئيس الوزراء. فإذا كان يريد السيد السوداني أن يحارب الفساد، يجب أن يطلق يد النزاهة بقوة، وكذلك الأجهزة القضائية والأجهزة التنفيذية أن تتضافر جهودهم. ومن خلال منبر هذه القناة الكريمة وكثير من القنوات الآن تنادي بمحاربة الفساد، يجب أن تجمع هذه التقارير وهذه المعلومات من الجميع وتصب في بودقة واحدة وهي اسمها محاربة الفساد أو الحد من الفساد على الأقل. لأن الحقيقة في أيام السيد الكاظمي بلغ الفساد أوجه وأقصى مداه، أنه بدأ الموظف الذي يجب أن يحافظ على الدولة والنزاهة هو فاسد.
فلذلك أنا أعتقد أن الأمر خطير جدا، يعني لا يقل خطورة عن داعش. الفساد اليوم يضرب أركان الدولة بالكامل، فإذا لم تتحرك الدولة بحجم الفساد الحقيقة لن نتمكن نحارب الفساد. طيب. وسوف يكون شأنها شأن الحكومات السابقة ولم تقدم أي شيء، وستذهب الموازنة إلى جيوب الفاسدين وإلى البنوك التي الآن ثلاثة من البنوك أغلقت بسبب فسادها وتهريب العملة. هذا الغسيل للعملة الصعبة التي هي الشريان الأبهر للبلد، يعني تذهب إلى 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 جيوب من الآن أصبحوا مليارديرية في سنوات قليلة بسبب تهريب العملة والفساد في البنك المركزي العراقي ووزارة المالية. الحقيقة هذا الشيء نحن يعني نتحدث اليوم من خلال قناتكم، ونتمنى أن يصل صوتنا إلى المسؤول. يا أخي ذكر الجهات بعينها أستاذ علي، وهو أيضا حق الرد مكفول في هذا البرنامج لكل الجهات التي أشرت إلى حضرتك، ومن الممكن أن يكون هنالك على الإعلام تبرير أو يعني توجيه بملفات جديدة وأمور تثبت عكس ما تفضلت به. تقارير اقتصادية الآن الآن تقارير يعني وكالات الأنباء الحقيقة تطلق كثير من هذه الفضائح، فضائح مالية يعني كبيرة. ليست مصدر للمعلومات بصراحة، يعني أن تكون هناك معلومات رسمية. خلينا ننتقل أستاذ نسيم. أستاذ نسيم، لما نتحدث عن هيئة النزاهة تحدثنا عن جوانب فيها فساد، وسنعود أيضا إلى يعني موضوعة استرداد الأموال من هبوء، ولكن هناك جنبة أيضا مهمة في هيئة النزاهة، والكثير من الدوائر العامة في الهيئة تعمل عليها، وهو نشر ثقافة النزاهة وثقافة الشفافية. فبالتالي اليوم احنا محتاجين لتعزيز هذه المفاهيم الإيجابية في المجتمع العراقي، في دوائر الدولة، أو كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ نعم، أثني على كلام أستاذ علي. بصراحة احنا اليوم مسألة مواجهة الفساد مو فقط المعنية فيه هي مؤسسات الدولة وهيئة النزاهة، بس فقط أريد أذكر يعني تفضل. احنا عندنا ديوان الرقابة المالية من أعرق الأجهزة الرقابية في يعني المؤسسات اللي تواجه الفساد. تأسس هذا الديوان عام 1937 أعتقد أيام العهد الملكي، ولحد الآن هو من أعرق وأفضل الأجهزة لمواجهة حجم الفساد اللي موجود. نعم. مع الأسف اليوم احنا بصراحة هي العبرة مو بتعدد الأجهزة الرقابية، العبرة في الرغبة الحقيقية أو يعني المواجهة الحقيقية للفساد. اليوم احنا شعدنا عندنا ديوان الرقابة المالية، عندنا هيئة النزاهة، عندنا لجنة النزاهة في مجلس النواب، عندنا مؤسسات سابقا كانت مكاتب المفتشين العمومين في الوزارات. بالنتيجة احنا نشوف حجم الفساد في تصاعد، يعني ماكو إرادة حقيقية لمواجهة هذا الفساد. تعرف اليوم انت بصراحة اليوم العدو الحقيقي للشعب العراقي اذا كانت داعش والتنظيمات المتطرفة، لا، حقيقة العدو الحقيقي للشعب العراقي هو الفساد. وبصراحة يعني احنا يعني ما وصلنا الى من ارقام مخيف، يعني قبل الفترة قريبة يمكن اللي قضية الاموال الامانات اللي سرقت، يعني بصراحة هذا خير دليل على ان مفاصل الدولة مع الاسف هي يعني ما قادرة بان تقف امام الفاسدين. اليوم هيئة النزاهة، طيب شنو دورها؟ اليوم السرقات اللي تم سرقتها مو فقط اقتصرت على دار على وزارة المالية، لا، اغلب مؤسسات الدولة هي مرت عليها. بالنتيجة يعني الفساد ما قادرة توقفه اي مؤسسة بالوقت الحاضر بصراحة. اليوم إذا قدرنا وأن توفرت لدينا إرادة حقيقية، وعلينا أن يعني أن نثقف المواطن. خل أنطيك مثل الأستاذ أحمد، يعني أنا كمواطن بسيط قبل فترة قريبة أنا كنت أعرف بأن أكو حجم فساد موجود في مؤسسة ما للسبب. إحنا اليوم بصراحة إحنا اليوم كمواطنين بسطاء إحنا نشوف اليوم إذا تحسن المستوى المعاشي للمواطن، وأكو يعني الدولة يعني حسنت من مستوى المعاش للفرد، نعرف بين حجم العقارات بدأت تصعد، وحجم يعني اليوم الأسعار بدأت تصعد لأن أكو مال موجود متوفر. إحنا قبل فترة قريبة الوضع المعاشي سيء والأمور من سيء إلى أسوأ، لكن العقارات ضاعفت أسعارها مرتين وثلاثة.
بصراحة أنا كمواطن بسيط عرفت بأن أكو حجم فساد كبير الآن. طيب أنتم وين أجهزة، وين دور أجهزة الدولة، وين الاستخبارات، وين المخابرات، وين هيئة النزاهة، وين المؤسسات المعنية بمراقبة المال العراقي؟ طيب. أنت شاهدت يمكن عقارات بغداد ضاعفت مرتين وثلاثة، وأعتقد الموضوع واضح. كان المفروض من الأجهزة الأمنية والرقابية متابعة ما يدور الآن، لكن مع الأسف بصراحة نفس ما تفضل الأستاذ علي، حكومة السيد الكاظمي فاسدة إلى النخاع، وبصراحة داروا البلد إدارة رجال عصابات ومافيات. طيب. وأعتقد الأمر واضح لدى الشعب العراقي على أنه أفسد حكومة مر فيها العراق. نعم. بتاريخه هي حكومة الكاظمي. نرجع إلى موضوعة نشر ثقافة الشفافية والنزاهة بالدوائر اللي تابعة لهيئة النزاهة ومدى أهميتها، ما دام احنا مقبلين على مرحلة يجب أن يفعل دور هيئة النزاهة بشكل أكبر. بالتأكيد بالتأكيد. اليوم إذا بصراحة السيد السوداني يعني ما أريد، يمكن ما أريد أكون يعني متحدث باسم الشعب العراقي، والله إذا قدر يحد من حجم الفساد، أن يحد مو يقضي على الفساد، أنا أقول لك بصراحة السيد السوداني راح يبقى في ذهن العراقيين. إحنا اليوم اللي 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 مأدي الشعب العراقي ترى يعني صحيح اليوم الوضع المعاشي الأمور صعبة والحياة يعني قاسية يوم بعد يوم يسوء الوضع، لكن بصراحة اليوم إن وقف السيد السوداني وحد من حجم الفساد راح تتحسن الخدمات، راح البطاقة التموينية راح تتحسن مفرداتها. اليوم الطاقة الكهربائية راح تستمر للمواطن، كل مرافق الحياة راح تتحسن إن استطعنا أن نحد من الفساد. لكن حقيقة إن بقي الحال على ما هو عليه، لا سامح الله، بصراحة راح يكون السيد السوداني حالة كحال سابقي. طيب الأستاذ علي، اليوم رئيس الوزراء كان إلى مؤتمر صحفي والتقى بمجموعة من الصحفيين، والأيام كانت حاضرة في هذا المؤتمر، ومراسلنا أفادنا ببعض التصريحات للسوداني في مؤتمر الصحفي، أوضح بأن ما يعقد مشكلة مكافحة الفساد هو غياب الأرقام الحقيقية لحجم المسروق والمهدور من المال، وهو ما يصعب من مهمة الحد. لذلك يعني رئيس الوزراء بيّن بأنه تم التعاقد مع شركة دولية تعنى بإيجاد الخيوط لهذه البيانات، بالتالي لما يكون عندنا توجه بهذا الاتجاه، هل راح نحقق منجز على مستوى استرداد الأموال المنهوبة وغيرها من ملفات الفساد؟ أستاذ أحمد، يعني لترطيب الأجواء في مسألة هذه الحكومة في دقيقة واحدة، يقال أن هناك عدد من اللصوص سرقوا مبلغ من المال كبير، وعندما هربوا خارج المنطقة التي طوقتها الشرطة فاستراحوا، أحد اللصوص قال لرئيس العصابة دعنا نعد المال الذي سرقناه، فرئيس العصابة قال لا نتعب أنفسنا بالعد المال، غدا ستصرح الحكومة عن هذا. هم سرقوا حوالي 10 مليون دولار، لكن البنك أعلن أنه البنك المسروق أعلن أنه ما سرق هو 100 مليون دولار، فرئيس العصابة قال إحنا خاطرنا وكذا سرقنا 10 مليون دولار، ورئيس البنك وأعضاء البنك قاعدين بمكانهم ربحوا 90 مليون. فالحقيقة أن الحكومة إن كانت لا تعرف حجم الأموال المهربة والأموال المسروقة، هذه مصيبة. كيف لا تعرف الحكومة وهي مطلعة على جميع الموازنات في الوزارات وفي الهيئات؟ يعني يجب أن العارف الأول والفاهم الأول هي الحكومة. إن كانت الحكومة لا تدري فهذه مصيبة، وإن كانت تعلم فالمصيبة أكبر. فقضية حجم الفساد، حجم الفساد معروف في العراق، من هو البنك الفاسد ومن هي الجهة الفاسدة ومن هي الوزارة الفاسدة. يعني على سبيل المثال، قبل كم يوم في جولة ميدانية السيد السوداني ذهب إلى مستشفى الكاظمية وشاهد حجم الفساد في هذه المستشفى، والمستشفى هذه تابعة لوزارة الصحة، والرجل يعلم من هم يديرون وزارة الصحة ومن هم الفاسدين في وزارة الصحة وكم وزارة تعاقبت على هذه الوزارة. هذا مثال بسيط. فكذلك بقية الوزارات، الحكومة تعلم حجم الفساد وتعلم أين تذهب الأموال، لكن هناك الحقيقة تنقص الشجاعة لمن يؤشر على هذه الأموال أين ذهبت،
وكيف يمكن استردادها. الأموال هذه التي ذهبت خارج العراق أنا أعتقد يجب التعامل والتعاون حتى مع الانتربول الدولي، الشرطة الدولية يمكن أن يتعامل معها. هنا يجب أن يفعل قانون. من أين لك هذا؟ إذا لم يفعل قانون من أين لك هذا؟ للوزير السابق وللبرلمان السابق وللمدير السابق ولرئيس الهيئة السابق. الحقيقة أنا اليوم قرأت خبر أنه تم استدعاء نائبين من الموصل على خلفية فساد. يعني صور واحد أحد النواب أخذ أو سرق أموال الحماية، يعني ما كان يعطيهم، فأحد الحماية اشتكى عليه. طيب هذه مسخرة، هذه الحقيقة استخفاف بعقل الشعب العراقي. يجب أن نمسك السرقات الكبيرة. من المسؤول عن السرقات الكبيرة؟ هناك عدة برلمانيين طالبوا أن يحال السيد الكاظمي للقضاء، ولكن إلى الآن لم نجد تفعيل لهذا الرأي. هناك كثير من القضاة يعلمون، لكن يحتاجون إلى أدلة، وهذه الأدلة تصلهم من الحكومة. الحكومة إن لم تقدم أدلة، ديوان الرقابة المالية، لجنة النزاهة، لم تقدم أدلة للقضاء. خليني أرجع أسأل ما تفضلت به من الشرطة الدولية أستاذ نسيم. يعني أيضا السودان يوم في مؤتمر الصحفي أوضح بأن العراق يسعى لفتح آفاق تعاون أكبر مع الانتربول الدولي بما يضمن استرداد المطلوبين بقضايا الفساد من جهة، أو استرداد الأموال المنهوبة من جهة أخرى. بصراحة يعني أوكي، ماكو مشكلة، يعني إحنا يجوز نقدر نسترد قسم من هذه الأموال، يجوز نقدر يعني يتم إلقاء القبض على البعض من سارقين أموال، لكن تقول لي هل يعني راح يتم استرداد كافة الأموال، كل الأموال اللي انسرقت؟ لا. يعني إحنا يمكن قبل فترة قريبة اللي هو هذا يعني اللي تم إلقاء القبض عليه، نور اللي في مطار بغداد، يعني وصلوا مرحلة يعني وقفوا الكاميرات في مطار بغداد وغير شركة الحماية اللي تحمي مطار بغداد. يعني شوف وين واصلين احنا لأي مرحلة. يعني احنا هاي الأمور كنا نشاهدها بالأفلام، بصراحة احنا واصلين لمرحلة يعني مرحلة يعني بصراحة يعني ما كنا نتوقع احنا راح نوصل لها. بالنتيجة أنا أقول لك يجوز نحن نقدر نسترد قسم من هذه الأموال. أكو أموال انسرقت من الشعب العراقي وتم تهريبها من خلال السيارات ومن خلال الطائرات. إذا الأموال تم تحويلها يجوز نقدر، الحكومة العراقية تقدر، لكن الأموال اللي تم سرقتها وتم تهريبها عن طريق السيارات والطائرات كيف ممكن راح نستردها؟ الموضوع يعني صعب بصراحة. اليوم المسألة الأساسية واللي بالإمكان أن تتحقق هو حقيقة ما موجود في العراق اليوم. إذا كانت إرادة حقيقية للكتل السياسية، إرادة حقيقية للكتل السياسية للحد من حجم الفساد وأن تقدم نماذج أفضل لإدارة الدولة، أنا أقول لك إحنا يمكن هاي راح تحسب للسيد السوداني باعتباره هو يعني اختلف عن سابقي. إحنا يمكن شاهدنا يمكن كل رئيس وزراء كان يشكل مجلس أعلى لمكافحة الفساد من قضية أبو رغيف وغيرها. طيب لكن بالنتيجة هل تم الحد من الفساد؟ لا، الفساد ازداد أكثر. أنا أقول لك بصراحة أنت وفرت إرادة حقيقية من قبل السيد رئيس الوزراء والكتل السياسية، أنا أقول لك إحنا الحمد لله استعزينا هذه المرحلة، لكن نشوف إحنا الأيام القادمة وبعد ما أعرف. طيب أستاذ علي، يعني أكثر من 8 أو 87 مليار دولار، يعني هنا نتحدث عن قضية الأمانات وسرقة القرن اللي تم الحديث عنها في وسائل الإعلام. بالتالي الحكومة السابقة هي كشفت هذا الملف عن طريق وزرائها وتقديم استقالاتهم. هسه الحكومة الجديدة بعد ما متحركة على الملفات السابقة، يا ترى شقد من الممكن أن تطلع مثل هكذا ملفات؟ ثق أستاذ أحمد، لولا التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ووسائل الإعلام تتكلم عن هكذا سرقات لن تخرج إلى الرأي العام. الرأي العام اليوم مطالب أن يشكل الرأي العام أحد أوراق الضغط على الحكومة. الرأي العام بكل تفاصيله وبكل أنواعه يجب أن يكون أداة قوية في فضح الفاسدين
منها قناتكم الكريمة وجميع القنوات الفضائية وجميع المواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن نؤشر على مواطن الفساد ومن يملك معلومة يجب أن لا يدخرها ولا يخفيها عن العالم. هذه المعلومات الحقيقة كلها تشكل عامل مساعد كما قلت في السابق وفي قنوات أخرى، أن الفساد لا تقضي عليه لجنة ولا وزارة ولا وزير ولا رئيس وزراء، يجب أن تتضافر الجهود القضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، شيوخ العشائر، جميع مفاصل الشعب العراقي وجميع مكونات الشعب العراقي يجب أن تتعاون للقضاء على الفساد. قبل فترة سمعت أنه اتحاد العشائر تبرأ من الفاسدين الذين يعني تثبت عليهم تهم فساد. السيد السوداني قال أعطى مدة شهرين للوزير إذا تلكأ أو ثبت عليه فساد أن يقيله، وهذا الحقيقة تخويل أخذه من الكتل السياسية. فأنا أعتقد أن الفساد ما زال مستشري وهو عام، يجب أن يواجه بقوة من عامة الشعب ومن عامة الطبقات والمفاصل الحكومية. الفساد ينتهي إذا لم تسنده جهة سياسية ولم تقف خلفه جهة سياسية. إذا وقفت خلفه جهة سياسية متنفذة الحقيقة سيصعب دور من يحارب الفساد، ونحن رأينا في السابق أن وزراء كانوا ينتمون إلى كتل كبيرة هربوا خارج العراق بسرقات كبيرة، ولا الشرطة الدولية ولا الشرطة المحلية ولا القضاء، وسجلت قيدة ضد مجهول. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي الزبيدي عضو تحالف فتح، أثريت الحوار في ملفين، وكذلك الدكتور نسيم عبد الله السياسي المستقل، شكرا جزيلا لك أستاذ نسيم مرة أخرى. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.